لسه مكملين حلقتنا عن تاريخنا وعلى اثارنا وعلى حضارتنا. معانا دلوقتي طبعا الاستاذ علاء الدين ظاهر، مؤسس ورئيس تحرير مجموعه منصات اثار مصر. مرحبا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك والمشاهدين. ربنا يخليك. عايزك بقى تحكي لي كده فكره المنصات او التحول من صحفي بيكتب عن الاثار وعن التاريخ الى محتوى على السوشيال ميديا والطريقه الحديثه. بص حضرتك، انا بدات الشغل الصحفي من 2005 يمكن، وتوليت ملف الاثار وكتاب عنه. وبصراحة ملف الآثار ملف مهم جدا وملف حلو جدا وملف شيق، وعاوز حد يعني يحب الملف ده عشان يقدر يشتغل فيه صحفيا كمان. مع الوقت تحصلت عندي مجموعة كبيرة جدا من الفيديوهات والصور، وبدأ طبعا بقى ظهور المنصات اللي هي السوشيال ميديا. يمكن بدأت باليوتيوب وبعد كده بقى الفيسبوك والتيك توك، وبدأت بقى تنتشر وبقى لها جمهور واسع جدا جدا. فأنا فكرت قلت ليه ما أعملش على المنصات دي حسابات أبدأ أشتغل عليها وأقدم عليها محتوى أتكلم فيه عن آثار مصر وتاريخها وحضارتها اللي يمكن ناس كتير جدا جدا من المصريين نفسهم ما يعرفوش عنها حاجة بالشكل الكافي أو بالقدر الكافي. بدأت بقناة على اليوتيوب أسستها وبدأت أقدم عليها محتوى الآثار، والحمد لله يعني بقت عليها مشاهدين كتير جدا، والحمد لله يمكن من أسبوعين أخدت الدرع الفضي بتاع اليوتيوب. بعد اليوتيوب بدأت أسست صفحة على الفيسبوك وخليت كل المنصات باسم آثار مصر، ومنصة برضه على التيك توك وعلى كواي وعلى البلوجر، بحيث أقدم عليها الشغل أو المحتوى عن الآثار بطريقة الصحفية بشكل مختلف. يعني اليوتيوب فيديوهات هتبقى مختلفة عن الفيديوهات اللي على الفيسبوك، مختلفة عن الفيديوهات اللي على التيك توك. يعني بتعمل محتوى لكل منصة لوحدها. بالظبط، المحتوى الصحفي لأن أنا ده الأساس بتاعي ولا يمكن أتخلى عنه، فده اللي بقدمه على البلوجر على المدونة بتاعت آثار مصر. فمستمر في الموضوع ده الحمد لله، من يعني بدأت أركز فيه قوي من حوالي 7 أو 8 سنين، والحمد لله دلوقتي المنصات بتاعتي بقت ليها يعني، لأن أنا اكتشفت إن ده منتشر بين الشباب بشكل كبير جدا، ودي أكتر فئة محتاجة تعرف التاريخ والآثار والتراث بتاعنا بشكل يعرفهم قيمة البلد دي وعظمة هذه الحضارة، اللي يمكن برضو للأسف من خلال المشوار الصحفي كنت بلمس تعامل الناس مع الحاجات دي بشكل مش عايز أقول سلبي جدا جدا، وده الحمد لله نجحت فيه. بقى المنصات لها جمهور ولها ناس بتبعت تسألني عن الآثار والمتاحف وعاوزين نروح نزور القطعة دي بتاعت مين بتاعت ايه، والحمد لله نجحت في ده بشكل كبير يعني الحمد لله. ايه اللي خلاك تختار من الاول الآثار وانت كصحفي انك تكون بتحكي عليها وتتكلم؟ بص حضرتك، انا بدأت الشغل الصحفي قسم المنوعات بكتب عن كل حاجة، لحد ما زميل كان ماسك ملف الآثار فيروز اليوسف ساب الملف، فالاستاذ الله يرحمه عبد الله كمان رئيس التحرير، وده له فضل كبير جدا عليا وعلى جيل كبير جدا من الصحفيين فيروز يوسف، حب يشوف حد يمسك الملف ده. فهو يمكن شاف الله اعلم بقى الله يرحمه لمس فيا ان انا بحب شغل المنوعات، هو الاليق من حيث التناول مع الاثار، لان الاثار ما كانت مش عاوزه حد بيتكلم او بيكتب بطريقه رتيبه او ممله، عاوزه حد بيكتب بشكل شيق. فده هو لمس ده فيا فكلفني بالملف ده، ويمكن انا عرفت ان هو كان كجزء منه كان زي ما بتقول تحت الاختبار، لو نجحت فيه فنجحت في ده والحمد لله. بدات اكتب عنها وبدات اروح وحبيت الموضوع جدا، لان الاثار كمان عاوزه التنقل، عاوزه مش عاوز اكتب وانا قاعد على المكتب بتاعي او جوه الجدران زي ما بيقولوا، لازم تروح وتتحرك وتشوف. أنا بس برضه محتاجه مذاكره كتير. ده اللي بعمله. انا كنت مش عايز اقول لحضرتك، انا بحضر حضرت مناقشات في الجامعات في كليه اثار، حضرت دورات تدريبيه بتبقى معموله مخصوص للاثاريين فقط لا غير، كنت بحضرها عشان افهم، عشان انا الكلمه اللي هكتبها عن الاثار مهمه جدا جدا وهيبقى لها صدى عند ناس كتير. فده اللي بقيت اعمله، اذاكر واقرا، اجيب كتب عن الاثار اقراها، لحد ما الحمد لله يعني خليت المحتوى الفيديوهات بتاعتي والصور هي اللي تتكلم عن الاثار وتقول للناس يعني ايه اثار مصر وعظمه وحضاره اثار مصر. فحضرتك يعني من الصحافه الورقيه الى الصحافه اللي هي دلوقتي الميديا الجديده. بالظبط، ده اللي خلاني، وده طبعا خلاك تحكي وتكتب بتقول حاجات بطريقه مختلفه، عندك الفيجوال والصوره وعناصر تانية جديده معاك. بالظبط، انا اولا انا بحول الخبر الصحفي اللي انا بكتبه الى فيديو او الى حسب نوع المنصه وحسب طبيعه المنصه، بس طبعا بطريقه تخلي اللي يسمع ويشوف يعني يحب الحاجه مش ينفر منها. وطبعا انت عارف حضرتك ان دلوقتي الناس بقت بتبص على الفيسبوك يمكن اكتر
ما بتبص لاي حاجه تانية خالص، بتبص على منصات التيك توك وعلى كواي وعلى الفيديوهات السريعه كمان. بالظبط، ما بقتش تحتاج بقى تقرا الخبر الطويل، تبص على الفيديو الطويل. فانا حبيت لقيت ده هم بيحبوه، بدات اقدم هوصل للناس وبدات اركز على الفيديوهات القصيره لان ده اللي بقى يعني يجيب مع الناس اكتر والناس تبص عليه اكتر، اكتر من ما تتابع المواقع الالكترونيه حتى نفسها يعني. طب بتحضر للفيديوهات ازاي بقى؟ بص حضرتك، انا بعمل ايه، بلف مثلا عايز اعمل فيديوهات عن المتحف المصري في التحرير، بروح الف في المتحف المصري اقرا البطاقات التعريفيه بتاعه القطعه اللي موجوده، ممكن الاقي كلمه او معلومه عن القطعه في البطاقه التعريفيه تخليني اكون قصه معينه او اقدم ازاي القطعه دي بطريقه معينه. مش هقول مثلا قطعه اثريه معروضه في المتحف تتكلم عن، لا مثلا اقول مثلا يعني مره عملت فيديو عن ملك اكتشفه حمار بالصدفه، ببساطة شديدة ملك في معروض في المتحف المصري في التحرير تمثاله، تم اكتشاف التمثال ده لما احد العمال زمان ماشي بالحمار في منطقة اثرية فوقع، فتحوا شافوا المكان اللي وقع منه الحمار، لقوا ان ده مدخل لمقبرة الملك ده، هو مؤسس الدولة الوسطى، فوصلوا للتمثال ده. وهكذا، مش هتكلم عنه بشكل رسمي او بشكل رتيب او بشكل، مش هتكلم بالطريقة التقليدية بقول بس بالزبط. معلومة، لا انا هحاول احكي لك الحدوته كده بالظبط، بحكي على هيئه حدوته، حدوته صحفيه او قصه صحفيه بس بشكل مشوق. لان الاثار زي اي حاجه تانية او حاجات كتير جدا لو اتكلمت عنها بشكل رسمي او بشكل يعني زي برضو حضرتك مثلا، انا ما احبش المذيع اللي هو ايه البدله والكرافطه وقاعد، لا انا احب المذيع يتناسب مع طبيعه البرنامج. ممكن يبقى في برامج لها مذيع يحتاج بدله وكرافطه خاصه، لكن انت بتشوف ان التاريخ او الاثار دي حاجه انا عايز اوصلها لك بطريقه ابسط واسهل واقرب منك عشان تفهمها. بالظبط، انا لان انا بستهدف الشباب والاطفال، دول اجيال مهمه جدا جدا. طب بتشوف ردود افعالهم ازاي؟ هل بيحبوا الحاجات دي؟ هل بيحبوا التاريخ؟ بيحبوا الاثار؟ بيحبوا الحضاره؟ بيتقبلوا مثلا الحاجات دي؟ الحمد لله اللي انا بلمسه بنسبه كبيره جدا ان هم بيحبوا الحاجه دي، وبيخلق عندهم فكره ايه، انا عاوز اعرف المكان ده، ايه القطعه دي، التمثال ده. خصوصا ان الفتره الاخيره وفي السنوات الاخيره بدات المناهج الدراسيه فيها جزء كبير جدا بشكل موسع عن الحضاره وعن التماثيل وعن العصور التاريخيه الحضاره المصريه. فطفل او تلميذ لما يلاقيني بتكلم عن تمثال يقول اه التمثال ده موجود فعلا عندي في الكتاب، واقدر اقرا عنه واروح اشوف اشوف فين في المتحف ده واشوفه بشكل واقعي قدامي، بحيث لما اخده في المدرسه او في المتحف. فانت كمان بقيت بتواكب المناهج التعليميه. بالظبط، انا مش عايز اضحك، انا احيانا بجيب الكتب الدراسيه واشوف متكلمين عن ايه فيها وتروح تصورها وتصور. بالظبط، يعني هم السنه دي في اولى اعدادي متكلمين ومركزين في المناهج على الدوله القديمه وعصر بنات الاهرامات. رحت لقيت في قاعه بالفعل في متحف المصري في التحرير اسمها قاعه الدوله القديمه اللي هي فيها بنات الاهرامات، اللي هي فيها التمثال بتاع الملك خوفو وخفرع. رحت صورتها وعملت فيديو عنها وقلت هي فيها ايه، بحيث التلميذ لما يشوف الفيديو ده ويقرا اللي هو خده في المدرسه فيعرف ان في حضاره عظيمه موجوده اسمها الحضاره المصريه القديمه. ايه اكتر فيديو عملته وانتشر والناس يعني علقت لك عليه تعليقات؟ بص حضرتك، اكتر فيديو وده بالتبعيه بقى خلى اكتر فيديوهات بتبقى عندي بتجيب مشاهدات هي فيديوهات المومياوات، وبالذات في كشف اثري كنا في سقاره من 3 سنين رحنا نغطيه صحفيا، فصورت فيديو عن فتح. انت كمان عندك ميزه ان انت كصحفي بتروح تغطي الحاجات دي. بروح اماكن اثريه ممكن ممكن لواحد مثلا يوتيوبر عادي ما يعرفش يروح. بالظبط، دي ميزه بالنسبه لشغل اتحالي شغل الصحفي. فروحنا صورنا الكشف الاثري، عباره عن تابوت لقوه فبيفتحوه لاول مره على الهواء قدام الصحافه وقدام، فصورت الفيديو وحطيته عندي على اليوتيوب. يمكن بعدها بكام يوم لقيته جاب 100,000 تقريبا او 150,000، واحده واحده لقيته، ومع كده المتابعين بداوا يزيدوا والمشتركين في القناه. وبصراحه الفيديو ده حتى الان هو من 3 سنين جايب 31 مليون مشاهده عندي على القناه. 31 مليون مليون مشاهده. وفي فيديو تاني عملته لموميا موجوده في متحف ام حتب في سقاره، مومياء اسمها الملك مير الرع، دي اول مومياء ملكيه يمكن في التاريخ. عملت له شورت فيديو برضه حطيته عندي على اليوتيوب، جاب معدي برضه وحطيته على التيك توك معدي 3 مليون مشاهده. فهو واضح ان المومياوات برضه وفكره التحنيط يمكن مش متاحه لناس كتير تشوفها، ممكن تلاقي تماثيل كتير. يعني ده المحتوى اللي انت شايف او انت لمست ان الناس بتحب النوع ده من المحتوى، الاثار المصريه بصفه عامه وبالذات المومياوات، لان فكره الغموض اللي على المومياوات وازاي تم تحنيطها
شغلة الناس كلها بيحبوها كقصة ولا كبس كصورة ان انا بشوف صورة الموميا. هو شايف موميا فهو عاوز يعرف دي موميا ايه، الموميا دي بتاعت مين، اتحنطت ازاي، ازاي حتى الان الموميا دي متحنطة ولسه شعرها زي ما هو، زي الملكة تي. الملكة تي دي من اعظم الملكات اللي جت تاريخ مصر، ومن اعظم المومياوات اللي موجودة حاليا في قاعة المومياوات في متحف الحضارة، حتى الان شعرها موجود كأنه لسه معمول النهاردة، مسبوك بلون احمر او لون يعني قريب من في حمره شويه كده. حتى الان الشعر تشوفه حضرتك تقول ده لسه النهارده. فهي المومياوات عشان فيها غموض وفيها يعني شيء مثير للناس كلها، وطبعا انت والتحنيط والاسرار الفرعونيه ازاي قدروا يحافظوا على الموميا دي حتى الان من مثلا من 5 او 6 او 3000 سنه وموجوده زي ما هي، كانك لسه يعني مومياء يويا وسويا في المتحف المصري في التحرير، المومياتين دول حتى الان تشوف حضرتك تلاقي الحنه على ضوافرهم وعلى شعرهم، تشوف جلده وتشوف شكل وشه تحس ان هو يمكن ميت دلوقتي. فازاي قدر المصري القديم يحافظ على هذا الجسد ويحنطه بالشكل ده، هو ده حاجه. وحتى الان لم يكتشف سر التحنيط، ودي اكتر حاجه شغل الناس وخلق عندها دافع للمعرفه. عشان كده فيديوهات المومياوات طب بتذاكرها ازاي بقى فيديوهات المومياوات؟ انا بروح الاول برضو اشوف الموميا، اعرف هي بتاعت مين، ادور على الملك ده، يعني بتسال باحثين بتسال مؤرخين، بدور على النت على مين الملك ده وقصته ايه، واسال حد متخصص في. يعني مره عملت فيديو عن توت عنخ امون مثلا، كيف تم او هل تم قتل توت عنخ امون ام لا، بعت سالت ناس متخصصه في البقايا الادميه الاثريه، تحنيط مومياء توت عنخ امون ودراستها والكشف بالاشعه عليها، لقوا فيها بعض مثلا علامات معينه، هل ده معناه انه قتل؟ هل معناه انه هو وقع مات في حادثه؟ يقال انه وقع من على العرب الحربية او العجله الحربيه بتاعته. بعد ما ببعت واسال واشوف ببدا اصيغ اللي انا في دماغي ده كله في المعلومات. بس بتتاكد من معلوماتك كامله وبعدين لازم عشان ما تديش معلومه تطلع غلط. لو انا لقيت قطعه اثريه شاكك في معلومه خاصه بيها ببعت اسال باحثين ومتخصصين في الاثار الملك ده قصته ايه؟ عشان ما تديش معلومه تطلع في الاخر غلط، اولا هتبقى مش حلوه في حق المحتوى اللي بقدمه، وفي نفس الوقت وتشكك في الـ وهتوصل معلومه لناس كتير هتقراها هتاخدها على هذا الاساس وتبني عليها معلومات خاطئه وتبقى بتبوظ كمان بقى ساعتها تاريخ ما ينفعش طبعا. طب يعني ايه السلاسل مثلا الفيديوهات غير المومياوات اللي عملتها ولقيت ان هي برضو من موضوعات الشيقه؟ التماثيل اللي موجوده بالذات التماثيل الضخمه يعني في والتماثيل الصغيره جدا، يعني فيديو للملك الملك خوفو هو التمثال الوحيد اللي موجود ليه في المتحف المصري، طوله لا يتجاوز مثلا يمكن عقل يعني ثلاث عقل من الصباع كده، ده التمثال الوحيد. طب ازاي الملك ده بالضخامه دي وبنى هرم خوفو اكبر يعني بناء اثري يمكن في العالم، ازاي ما فيش الا تمثال ليه هو ده؟ هي دي النقطه اللي اقدر ابني عليها القصه، ان حتى الان ما فيش لم يعثر على تمثال للملك خوفو. فانت بتعمل موضوع يعني سؤال وتجاوب عليه في فيديو شيق بالظبط، اربط بين ده وده، وبعدين الملك خوفو وراه على طول تمثال الملك خفرع اللي هو ابنه واللي باني تاني اعظم هرم. فتمثال الملك خفرع حضرتك تشوفه لا حاجه وهم، تمثال معمول منحوت بشكل طبيعي ومن ماده الديوريت الاخضر اللي هي اصلا ماده في يمكن في الكون. طب ازاي تم نحت الماده دي؟ اكيد ماده اقوى منها، ازاي وبدقة متناهية جدا وبشكل يبين ملامح الملك قاعد على العرش بشكل يعني في ثبات وثقة. طب ازاي نحت التمثال ده؟ دي حتة من الحاجات اللي بتثير يعني استغراب ودهشة الناس، ان في تماثيل مصنوعة من مواد. انت بتنقل كمان اكيد اندهاشك انت نفسك، انت لما بتشوف حاجة بتندهش منها فده بتروح بتقول طب ما اكيد في غيري كمان هيبقى مندهش منها. بالظبط، انا لو اندهشت من زي مثلا لما يكون مذيع لما يقدم حاجة لما تبان عليه علامات الاندهاش يبقى الحاجة دي قوية جدا. انا فعلا بلاقي حاجات انا بستغرب اصلا. وبعدين على فكرة حضرتك التماثيل الضخمة والتماثيل متناهية الصغر يتم نحتها بدقة شديدة جدا، ملامح الجسم، النسب التشريحية بتاعت الجسم حتى في الصغيرة الجسم. جدا حتى في الصغيرة، والمتحف المصري مليان. فانت بتكتشف كمان معلومات يعني وبكتشف ان في تماثيل اصلا. انا اكتشفت مثلا ان المصري القديم عرف في يعني عرف حيوانات كتير يمكن الناس ما تعرفش انه عرف الحمار. لا لقيت في تمثال نموذجين لثلاث اشخاص بيسوقوا قدامهم مجموعه من الحمير وموجود في متحف مصر بالتحرير. انا نفسي ما كنتش اعرف ان المصري القديم عرف الحمير او استخدمها في حياته.
وانت عايز تقول كمان اكيد للناس ان الدراسه سهله والواحد عايز يروح ممكن يروح المتحف المصري هيلاقي فيه حاجات كتيره جدا. انت من كذا مره وانت بتحكي خدت معلومات كتيره من هناك كتير جدا. وبعدين المتحف كمان مليان بجميع انواع الاثار، في مومياوات، تماثيل، برضي، الفخار اللي هي اسمها الاستراقه اللي هي قطع الفخار. بالمناسبه الاستراقه دي دليل عظيم على عظمه الحضاره المصريه. ليه بقى؟ الاستراقه دي عباره عن شقف من الفخار، لقوا جزء كبير جدا منها في دير المدينه وفي الهرم وفي الاقصر. كان العمال اللي بيبنوا او بيشاركوا زي بناء الهرم او حفر المقابر كانوا بيسجلوا عليهم في وقت الراحه، يهزروا، يكتب مثلا اغنيه، يكتب بيرسم حاجه. فلما تشوف الاستراقه تقول ازاي عامل كان عنده وقت انه ياخد راحه ويكتب ويعمل الحاجات دي بالدقه والروعه دي. فبتكشف لك جانب مهم من الحضاره المصريه القديمه، اللي ما كانتش مجرد حضاره اتبنت بالصخره زي ما بيقولوا او اتبنت مثلا بالعبيد او البتاع، لا فيها العامل المصري كان له حقوق. بالظبط، بدليل ان منطقه الاهرامات اكتشفوا جنبيها مدينه العمال اللي كانوا بيبنوا الهرم. وفي برديه مش متذكر اسمها في ايه بس هي موجوده بره، بتحكي ان العمال دول كانوا كل يوم بيتعمل لهم الاكل وبيتعمل لهم الذبح لهم ذبايح، ويعني مش مجرد عمال وابني وخلاص ويرمي على جنب، لا كان لهم حقوق كامله. فالحضاره المصريه ما كانتش مجرد حضاره اتبنت كده خلاص، لا كانت عرفت زي ما كان فيها ملوك كان فيها عمال بياخدوا حقوقهم، بتوفر لهم كل سبل الراحه اللي تساعدهم على الشغل وعلى العمل بشكل ما يقولش ان دي حضاره اتبنت كده، لا التماثيل اللي موجوده والدقة اللي موجودة في النحت وفي الرسم وفي النقوش الفرعونية على المقابر وفي المعابد تقول انها كانت حضارة عظيمة فعلا، وده اللي انا بحاول انقله للناس. طبعا يعني طبعا عندك هدف كبير جدا، وان انت تأرخ وتوثق حضارتنا وتوصلها للأجيال كمان الجديدة شيء جميل جدا. انا بشكر حضرتك جدا.